انت تتحرك بالزيت. ايه ماشي مشكل. إذا كانت الصورة مش واضحة عليكم مليح، هذا ما يسمى بالوزير الأول، مرتزق من المرتزقة اللي جابوه، تكلمنا عليه أكثر من مرة، يحيي العمال الصينيين بعد انتهائهم من إنجاز الشطر الأخير من الطريق سيار شرق غرب، لطرود شرق غرب. سقسوا الجباحية يا جماعة، سقسوا طريق هذاك الترونسون اللي في الجباحية وغيرها باش يقول لكم شحال دم أرواح. وهذا الطريق شرق غرب اللي عنده 20 سنة، وكانوا أنا ذاك قالوا بلي راح ينتهي في 2012، وكان على أساس باش يكلف ما بين 3 إلى 5 مليار دولار. في النهاية يعترفون أنه كلف 13 مليار دولار، والحقيقة أنه كلف أكثر من ذلك، ولكن على الأقل يعترفون ب 13 مليار دولار وحوالي 20 سنة، والحقيقة أنه فيه مازال مناطق ومازال كوارث ومازال دي ترونسون وين الحوادث تحدث طول الوقت ومازال، وشفناها عدة مرات. وشكون يحيي في من؟ في الصينيين. يعني في نهاية المطاف بركة الصينيين، احنا من عندنا الدراهم فقط، والدراهم طبعا جزء راح للصينيين وجزء راح اليابانيين وجزء راح للكوريين كلهم اللي شاركوا، وجزء راح لجيوب العصابات، حتى لما سقطت العصابة بما فيهم غول عمار غول مثلا وغيره، راهم دايرين لهم بعض الملفات، لكن كاين اللي راهم وزراء وجنرالات وولات هما ايضا، لكن طبعا القضاء هو قضاء انتقامي. العصابة التي تسقط يتم الانتقام منها، ما دام راك في السلطة فأنت رب من الأرباب عند هؤلاء السفهاء. وهنا يتكلم مرة أخرى، وهذه ستسمعون، هذا مثل المشاريع تاع الجنوب الكبير اللي داروا زروال على أساس في 95 و94 95، ومثل المشاريع في كل أماكن إلى آخره. هنا تسمعوا على قلمة والطرف وعنابة. صراحة قاعد يكلم فيهم على أساس أن في 4000 مليار سنتيم، 400 مليار دينار، مبلغ ضخم جدا بطبيعة الحال، وقاعد يكلم فيهم على أساس يعني هذا المبلغ راهو بسعر البنك 300 مليون دولار يعني، ويقول لهم لازم نعطوها للمؤسسات الوطنية والكفاءات الوطنية ومانيش عارف وش من مؤسسات وطنية. شركات القطاع العام شركات فاشلة، فشل عارم وفساد عارم فيها، وخاسرة على طول الخط. شركات القطاع الخاص الأغلبية العظمى من هذه الشركات هي تاع لصوص، تاع سراق المال العام، تاع الذين يأخذون الأراضي بالدينار الرمزي، ويأخذون القروض من البنوك، ويأخذون المشاريع، والناس راهي تشوف مشاريع الطرقات وتشوف مشاريع تروطوارات وتشوف مشاريع البنايات وتشوف، إلا من رحم ربك. استثناء قليل جدا أنك تجد شركة صغيرة ممكن تقوم، أما الشركات الكبيرة هذه تاع الخواص هذو كلهم لصوص، وبعدين هما ينهبوا من المال العام ويقسموه على اللي يحموا فيهم، هنا جنرال هنا وزير هنا والي هنا بروكرير جنرال هنا مانيش عارف مسؤول كبير هنا، قاعدين يقسموا في مال الشعب على هؤلاء. وش من قطاع خاص وش من شركات خاصة وش من شركات عامة، ما زال تتحدثون لغة خشبية والناس كلها تعرف الحقيقة المرة والمريرة. مش كنتوا تقولون أن طحكوت وعلي حداد وعلمي وأنهم أقطاب التجارة وأقطاب القطاع الخاص والشركات، ثم اتضح أنه كان كله نهب، الآن باعترافكم أنتم في وأنتم تحاكمونهم بعد أن سقطوا وسقطت عصابتهم، أنه كان نهب للبنوك، نهب للأراضي،
نهب للعقود، تدمير للمشاريع، أليس هذا هي الحقائق؟ كمال مولى الآن وأمثال كمال مولى هما الشركات الجديدة اللي راكم تجيبونا فيها، أو الشركات القديمة اللي راكم تسرجوا فيها، يتحدثوا في لغة خشبية، وهم أول من يعرف بلي هذو اللصوص وراهم ينهبوا في المال العام. وهذا النهب تاع المال العام هو اللي يخلي ملايين من الجزائريين يعيشون عيشة مرة، بعضهم يجوع، بعضهم لا يجد ما يلبس، لا يجد ما يأكل، لا يجد باش يشري دواء. منين؟ لأن هناك نهب عارم وفساد عارم، وامتد الفساد ليشمل الجميع. رأى في زمن أنهب وهرب، عارفين بها مش مطولة بإذن الله، ثورة على الأبواب، ثورة الشعبية السلمية على الأبواب بإذن الله. نقول للأحرار جهزوا نفوسكم فقد اقتربت بإذن الله.